يشاركون فيها عدة مواضيع تتعلق بتنظيم الحياة الأسرية والصحة الإنجابية والوقاية من خطر الأيدز. تناول الدكتور عمبادو ممثل صندوق الأمم المتحدة جوانب تتعلق بتنظيم الحياة الاجتماعية للأسر وتنظيمها والمحافظة على صحة المرأة. ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمدينة ماسينيا الدكتور عبد القادر أبه موضحا فهم تنظيم الحياة الأسرية في الإسلام ودعا إلى فهم كيفية النصوص المعمول بها في الدين الإسلامي. وفي ذات السياق تداخل حاكم ولاية شاريبا جرمي جايانغ سواري دعا لتطبيق القوانين والنظم المعمول بها كتعليم الفتيات ومنع الزواج المبكر لتنظيم الحياة الأسرية للمواطنين. وطالب المسؤولين دعم البرامج والأنشطة التعليمية للنساء والأطفال حيث قدمت أسئلة واستفسارات لمناقشة الأوضاع الاجتماعية للسكان. حظيت غرية مال يحيى الواقعة على بعد 40 كيلومترا عن مدينة ماسينيا بتشييد مركز تعليمي، ويأتي تنفيذ هذا المشروع استجابة لنداء حاكم ولاية شاريبا جرمي جايانغ سواري إثر اندلاع حريق تضررت منه القرية في فترات سابقة. ولدى مخاطبته لأهالي القرية قال إن الحكومة التشادية تدعم الأنشطة والبرامج التعليمية للشرائح الضعيفة عبر شركائها لنهضة التعليم، وطالب أهالي القرية تعليم الأطفال والنساء مشيدا بجهود الجهات المنفذة للمشروع. ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمدينة ماسينيا دكتور عبد القادر أبكر طالب أعضاء هيئة التدريس بإعداد وتأهيل التلاميذ وفق البرامج والمناهج العلمية. من جهة أخرى تحدث الدكتور حسن بوبا ممثل لجمعية تابوتا البولاكو وجه نداء لأهالي القرية تسجيل أبنائهم حيث أعرب عن شكره للجهات المنفذة للمشروع. وأكد مندوب وزارة التربية الوطنية بمدينة ماسينيا دعم المركز التعليمي. رئيس جمعية القلم للثقافة والتنمية قال إن الجمعية تسعى لتنفيذ مشاريعها عبر شركائها لتوفير المياه الصالحة للشرب وتشييد المراكز التعليمية والصحية. وعقب ذلك قام حاكم ولاية شاريبا جرمي بزيارة تفقدية للمركز الإسلامي. استقبل والي ولاية سلامات عبد الله إبراهيم صيام بمكتبه وفد رفيع المستوى قادم من غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية برئاسة النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة إبراهيم جوكونينور، وذلك في إطار حملته التوعوية التي قام بها الوفد لبعض من ولايات البلاد بغرض حث الفاعلين الاقتصاديين عن الدور الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية لدى القطاع الاقتصادي. لقاء دام أكثر من نصف ساعة تمحور حول قضايا جد هامة تتعلق بغلاء بعض المواد الاستهلاكية، سيما تخفيض رسوم الضرائب الجمركية للمواد الغذائية خاصة في عهد ظل جائحة كوفيد-19. عقب ذلك عقد الوفد اجتماع ضم عدد من مختلف مندوبي الوزارات وممثلي الفاعلين الاقتصاديين بالقطاع التجاري لولاية سلامات، وذلك بشأن فهم كيفية مسؤولية غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية لدى القطاع التجاري. وقد تداخل البعض بأسئلة واستفسارات تتمحور جلها حول أسباب وحلول قلاء بعض المواد الاستهلاكية، فأجاب عليها إبراهيم جوكوني النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة بكل وضوح وشفافية. بعد أشهر من تعرض هذه السيارة الخاصة بمحافظة بحر الغزال جنوب لحادث مروع، قام عضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ لمحافظة بحر الغزال جنوب صالح سيتا عبد الله بإصلاحها. وبعد سلمه لمفتاح السيارة أشاد حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إرجبو بهذه المبادرة التي وصفها بالوطنية. أما محافظ بحر الغزال جنوب محمد آدم موسى فقد شكر فاعل الخير هذا وأكد بأنه سيستخدم سيارة في العمل الإداري. صاحب المبادرة صالح سيتا عبد الله قدم نداء للفاعلين الاقتصاديين للعمل على تطوير المنطقة، ومن ثم قامت السلطات الولائية بتفقد ساحة الأمة بمدينة موسرو حيث تم تسليم شهادة تقدير وعرفان لصاحب المبادرة صالح سيتا عبد الله من قبل السلطات الولائية على جهوده المبذولة في دعم المبادرات والأعمال الإنمائية.
تقوية الحزب، كان هذا هدف انعقاد المؤتمر العاشر للحركة الوطنية للإنقاذ، والذي عقبه تقديم وسائل نقل ومعدات عمل إلى مجالس الحزب بالولايات 23. وكان نصيب المجلس الولائي بالبطحة هذه السيارة من ماركت أرتوب إلى جانب مولد كهربائي، جهاز حاسوب وطابعة، تم عرضها أمام المناضلين والمسؤولين الإداريين، يتقدمهم الأمين العام لولاية البطحة صالح كارتجاني. وبهذه المناسبة طمأن الأمين الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بالبطحة إبراهيم سنوسي إمام المناضلين بأنه رغم وفاة مؤسسه مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، فإن الحزب ما زال متماسكا وقويا ويستعد لمواجهة التحديات. وقدم إبراهيم سنوسي إمام شكره إلى المناضلين لمشاركتهم الفاعلة والحاسمة في انتخابات أبريل الماضي. المناسبة تقديم السيارة القديمة التابعة للمجلس إلى منظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ للسماح لهن بمزاولة عملهن في إطار نشاط الحزب. بهدف تشجيع الطلاب والباحثين في مختلف المستويات الثقافية، بادرت الهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري بأبشة بتنظيم مسابقة ثقافية، وذلك برعاية من شركة أبو سمبل للتجارة العامة. باسم لجنة التنظيم محمد الباقر أحمد إدريس قدم شكره لشركة أبو سمبل على الجهود الجبارة التي تقوم بها لصالح المواطنين، خاصة للطلبة والطالبات. ممثل رئيس شركة أبو سمبل للتجارة العامة عبد المنعم أحمد إدريس هنأ الفائزين في المسابقة، ساردا بعض المشاريع التي نفذتها الشركة في المنطقة. مدير الهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري بأبشة أحمد داود آدم أثنى على هذه البادرة الثقافية. نحن نعلم أن هناك شركات ورجال أعمال قاموا في السابق برعاية هذا البرنامج وتوقفوا لأسباب ما، فنحن ندعوهم أن يواصلوا في هذا العمل الثقافي والديني والتاريخي. وللتذكير أن عدد الفائزين في هذه المسابقة وصل إلى 13 فائزا وفائزة، وقد تلقوا الثلاثة الأوائل مولد لدق المياه ومبالغ مالية بقيمة 10,000، بينما العشرة الفائزين تلقوا مبالغ مالية بقيمة 7,000 لكل فائز.